أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أوراق اقتصادية، الذي نلقي فيه الضوء على أهم القضايا التي ثارت خلال الأسبوع المنصرم والذي سيطر عليه تغييرات جوهرية في السياسات النقدية المصرية. والبنك المركزي يتسلم جزءا من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد فور إقراره. تطورات متوالية لاحقت وتيرتها على ساحة السياسات النقدية المصرية خلال الأسبوع الماضي، وأفضت إلى موافقة صندوق النقد الدولي مساء أمس الجمعة على طلب القرض المصري بقيمة 12 مليار دولار. وفور موافقة الصندوق على القرض الذي سيتدفق على مر 3 سنوات، أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن البنك تسلم الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2,750,000,000 دولار، والذي ستحصل عليه مصر على 4 دفعات. وأكد عامر أن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطات البنك من العملة الأجنبية بقيمة 23.5 مليار دولار. وتوالت ردود الفعل على قرار الصندوق على الصعيد العالمي، حيث توقعت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن ينعش البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي أفاق النمو مع استعادة الاستقرار والثقة. وتوقعت لاجارد أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري بحلول 2021 إلى 6% بحلول 2021 إذا ما سار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنفس المعدل الحالي. رد الفعل الواقعي على بدء تدفق تمويل صندوق النقد جاء من سوق الصرف المصرية التي شهدت ارتفاعات في الجنيه مقابل العملات الأجنبية في سوق النقد، ولم يتجاوز سعر البيع الاسترشادي للبنك المركزي للدولار 17 جنيها وقرش، في حين وصل أعلى سعر له في البنك الأهلي إلى 16 جنيها وقرشين. وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني استبقت موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري، وعدلت نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وأبقت الوكالة على تصنيفها لديون العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند بي سالب وعلى المدى القصير عند بي، غير أن الوكالة توقعت أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي بحلول عام 2018-2019 مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وتدفق الاستثمارات. وكان الأسبوع المنصرم قد شهد تطورات متلاحقة عقب إعلان البنك المركزي إجراءات لتحرير سعر صرف العملات الأجنبية ورفع الفائدة وتحرك الحكومة المتزامن لتحريك أسعار الوقود، حيث سعى الجهاز المصرفي المصري مستفيدا من رفع سعر الفائدة لامتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة المتفاقمة في الأسواق، وأصدر أوعية ادخارية عالية الفائدة، حيث أصدر كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادات استثمار تراوحت الفائدة عليها بين 16.5% و20%، في حين أعلن البنك الأهلي أن هذه الأوعية مكنت الجهاز المصرفي المصرية من امتصاص أكثر من 40 مليار جنيه من السوق المصرية المتخمة بالسيولة. كما تمكنت وزارة المالية من تعزيز الحصيلة الدولارية للبنك المركزي المصري، وأصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار في طرح خاص ببورصة أيرلندا لصالح البنك المركزي. وشمل الطرح إصدار سندات بقيمة 1,360,000,000 دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320,000,000 دولار بعائد سنوي يبلغ 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320,000,000 دولار بعائد سنوي يبلغ 7% تستحق في 10 نوفمبر. توقع وزير التجارة والصناعة طارق قبيل زيادة صادرات مصر بنحو 10% بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
وأشار قبيل إلى أن قرار تحرير سعر الصرف سينعكس إيجابيا على الصادرات والصناعة، كاشفا عن أن الوزارة بدأت منذ أول يوليو الماضي تطبيق نظام جديد حافظ على مميزات البرنامج السابق، وأضاف مميزات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يحوي نحو 2000 شركة، كما أعطى مميزات لتعميق الصناعة. يعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بمثابة الخطوة الأولى على طريق تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتبرز أهمية هذا القرض في ضوء الفجوة التمويلية التي تعانيها مصر والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب تشجيع الاستثمار الأجنبي. بعد خطوة البنك المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه، جاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وما اعتبره الخبراء شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، فضلا عن دوره الهام في تلبية الطلب المتنامي على العملة الخضراء. الصندوق سيراجع الحكومة المصرية خلال 5 مرات مدة البرنامج الاقتصادي 3 سنوات، سيراجع الحكومة المصرية 5 مرات خلال هذه المدة فيما يخص في إجراءاتها في تخفيض عجز الموازنة، إجراءاتها في زيادة معدلات النمو، إجراءاتها في زيادة برامج الرعاية الاجتماعية أو تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية بشكل جيد. ويرى اقتصاديون أن القرض بمثابة دفعة لعودة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل كبير على مدار 6 سنوات الماضية من 12 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار. اتفاق مع صندوق النقد الدولي له مجموعة من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، أهمها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو الاستثمار المحلي، أيضا تعزيز موقع مصر في كتصنيف ائتماني لدى مؤسسات التمويل الدولية، أيضا بيساعد مصر على إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي لها وعلاج الاختلالات الرهيبة الموجودة في الاقتصاد المصري، على رأسها عجز الموازنة، الارتفاع الكبير في عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم. وتترقب مصر تمويلات ثنائية موازية لقرض الصندوق من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 30 مليار دولار. بحصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تكون قد حققت أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، لكن تبقى خطوات أخرى أكثر أهمية كتفعيل نظام الشباك الواحد وعمل قانون موحد للاستثمار. أشرف مبارك، النيل. للمزيد من التحليل والمتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا في حلقة هذا الأسبوع من أوراق اقتصادية الدكتور يسري الشرقاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التنمية الاقتصادية. دكتور يسري، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أولا دكتور، يعني كما هو واضح بأن البرنامج يهدف إلى علاج الاختلالات في عجز الموازنة والدين العام، كيف سيتمكن هذا البرنامج من إصلاح هذه المشاكل في عجز الموازنة وارتفاع الدين العام مع زيادة أو مساهمة في زيادة مستوى النمو الاقتصادي المصري؟ في الحقيقة في البداية خلينا نقول احنا في يمكن اسبوع مليء بالاحداث المالية، مليء بالاحداث في تعديل السياسات النقدية وخفض قيمة الجنيه والسيطرة على السوق الموازي بشكل او باخر، وخفض تعويض الخفض في سعر الوقود اللي حصل. بعدها على طول في نفس هذا الأسبوع خدنا موافقة نهائية من الصندوق ووصول الدفعة الأولى اللي هي 2 مليار و750 مليون، وأعتقد أنه في نفس الأسبوع برضو عندنا اتفاقيتين ثنائيتين مع الإمارات ومع الصين وطرح السندات في نفس الأسبوع. يعني أعتقد أسبوع في زخم اقتصادي في عملية الإصلاح النقدي أو السياسات النقدية علشان خاطر نعيد صياغة الأمور بشكل أو بآخر بعد فترة طويلة جدا من التوقفات أو المشكلات اللي حصلت لجمهورية مصر العربية. كلنا أعلم بالاضطرابات السياسية اللي كانت 4 سنين ونص أو 5 سنوات، توقف إنتاج، انخفاض في معدل النمو، مشاكل كتير جدا حصلت، فكان لازم يحصل أو نمارس عملية جراحية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي. تمام، إذن كيف سيتمكن هذا البرنامج من يعني معالجة عجز الموازنة وكذلك ارتفاع الدين العام
مع الحفاظ على أو المساعدة في رفع مستوى النمو الاقتصادي المصري؟ خلينا أقول لك أن احنا عشان خاطر ينجح هذا الإصلاح الاقتصادي، عشان خاطر يتم بالصورة الكاملة، لابد أن احنا نعمل المانوال أو الكتالوج الخاص بالإصلاح الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وليس إصلاح نقدي أو وجود منح أو قروض أو اتفاقيات دولية أو طرح سندات. لازم يكون عندنا تصور أو خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي حتى نستطيع، لأنا أتكلم فيها النهاردة، حتى نستطيع أن نصل إلى ذلك. المفروض أن احنا نبني خطتنا دي أساسا على 5 محاور أو 6 محاور أساسية. أول محور فيهم لابد أن احنا نحافظ على السعر المرن للصرف أو السعر ما بين الاقتصاد، يعني السوقين، سوري، السوق الموازي والسوق المصرفي، أن احنا نحافظ على هذا المستوى بحيث ما يحصلش عندنا تاني أي فجوة كبيرة ما بين السعر المرن أو السعر الموازي والسعر في البنك، وبالتالي نستطيع أن احنا نجذب استثمارات أجنبية، نستطيع أن نشجع السياحة، نستطيع أن نتحرك إلى الأمام. هذه إيجابيات. تمام. الشيء الثاني المهم جدا او المحور الثاني المهم جدا انه لازم الدولة ترفع من ايرادات الحكومة حتى تستطيع انها تقلص عجز الموازنة. طب ترفع الايرادات ازاي؟ طبعا حصل انه في فرض ضريبة القيمة المضافة، ده جزء من الخريطة داخل البند الثاني اللي هو ايرادات الحكومة، ولكن من وجهة نظري انا شخصيا شايف ان احنا عندنا عشان نوصل زي سؤالك ان احنا ننجح في الاصلاح الاقتصادي، في ايرادات الحكومة تحديدا لابد ان احنا نفعل منظومة اصلاح ضريبي متكاملة. يعني لابد ان يكون هناك المجلس الاعلى للاصلاح الضريبي، وتشكل الهيئة المصرية للضرائب، مش عندي ضرائب عقارية ولا ضرائب مبيعات ولا ضرائب عامة، هي في ضرائب هيئة كاملة، وهذه الهيئة السنة دي دخلت الايرادات ب 432 مليار، لابد ان تأخذ طريقها في عملية التحصيل الضريبي، لأن منظومة التحصيل الضريبي عندنا كلها مشاكل، ما عندناش العدد الكافي، ما عندناش الفحص الضريبي الكافي عشان نعظم هذه الحكومة. المحور الثالث والمهم جدا هو تعزيز الحماية الاجتماعية. عشان أعزز الحماية الاجتماعية لازم يكون عندي نسبة 1% أو 2% من الفائض في الأعمال اللي هتتم في الإصلاح الاقتصادي توجه إلى المعاشات، توجه إلى غير قادرين، توجه إلى طبقات كتير جدا في المجتمع اللي نقدر نحصرها بشكل جيد، وتوجه في دعم سواء عيني او نقدي او سرعي للحماية الاجتماعية. ايضا لابد ان نستمر في النقطة رقم 4 في الحفاظ على عملية تصحيح واعادة دعم الطاقة. تصحيح دعم الطاقة حتى يصل الدعم الى مستحقيه. وقلنا قبل كده ان لم يتم هناك منظومة زي منظومة الكارت الذكي اللي اتكلمنا فيها قبل كده، او اكثر من منظومة حتى يستفيد من الدعم مستحقيه فقط في دعم الطاقة. الامر الاخير وهو تشجيع النمو الاقتصادي عبر سلسلة او هيكلة الهيكلة الادارية للنمو الاقتصادي. عشان كده لو حبينا نعمل هيكلة ادارية للنمو عشان نشجع النمو الاقتصادي، انت تفضلت في المقدمة وشرحت انه تصريحات السيد الوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل بتستهدف زيادة الصادرات على الاقل ب10%. طبعا ده شيء مهم جدا في عملية اعادة هيكلة الاقتصاد عشان نكون بنشجع الصادرات، ده رقم 1. رقم 2 بنخلص قوانين الاستثمار المعطلة، بنعدل آليتنا في التعامل مع المستثمرين عشان نقلل الحجم الكبير من البيروقراطية والكلام ده كله، بالإضافة إلى في عملية تشجيع النمو محتاجين ننمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحتاجين ننمي مشاريع متناهية الصغر حتى نحدث عملية نقلة نوعية في عملية الإصلاح والهيكلة. الأمر أبعد من ذلك، لابد أن تتبنى الدولة وتتبنى الحكومة في المرحلة المقبلة مجموعة من الثقافات الاقتصادية الحديثة. هذه الثقافات الاقتصادية الحديثة بتتمثل في إيه؟ تتمثل في 1، فلسفة المكسب والخسارة. بلاش نشيل ثقافة العمل الحكومي البحت اللي هو الناس تروح الشغل وتروح آخر النهار وعايزة مرتب. فلسفة الثقافة الاستثمارية تعم داخل أروقة المصالح الحكومية، الاستمرار في ثقافة وفلسفة التقشف الحكومي، يعني ما نتغرش بان احنا عندنا موافقة من صندوق النقد الدولي، وان احنا ستاندرد بورز ادتنا النهاردة تصنيف جيد جدا على فكرة، وده حاجة من الحاجات اللي تشجع ايضا الاستثمار وتزرع الطمأنينة لدى المستثمرين في الاستثمارات في جمهورية مصر العربية، وتؤكد لكل مستثمر اجنبي ان السوق المصري سوق واعد في الاستثمار. لكن لازم نستغل هذا الكلام الاستغلال الامثل في هذا التوقيت حتى نستطيع ان نخرج تماما من عنق الزجاجه. انا قلت قبل كده كتير
وشرحت كتير انه بداية الانفراج الحقيقية لكي نصل الاقتصاد مستقر تماما ومتعافي ويلحظه كل مستويات وفئات وطبقات الشارع المصري هتكون بنهاية الربع الاول ب 2018، وهي الاستغلال الامثل لاكتشافات الغاز اللي كلمنا عنها في 2016، هي بداية عودة الناتج من المزارع السمكية اللي تم ضخها فترة طويلة والشغل عليها في البنى التحتية ليها، بداية عودة او الناتج من المشروع المليون فدان او مليون ونص فدان. كل هذه الامور سترتقي مع السياسه الاداريه وفي الاصلاح الاقتصادي والسياسه النقديه. تمام. البنك المركزي اعلن فور موافقه صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومه للاصلاح الاقتصادي واقراض مصر 12 مليار دولار، وقال ان الاحتياطات الاجنبيه ارتفعت باستلام الشريحه الاولى الى 23.5 مليار دولار. في راي حضرتك، بعض الخبراء بيتحدث ان هذه الاحتياطات عباره عن ديون او ودائع لجهات اخرى في البنك المركزي، هل من الممكن او متى نستطيع ان نقول ان هذه الاحتياطات تحولت الى ملكيه عامه لمصر؟ خليني اقول لك، انا من مدرسه العدم، يعني الاهتمام الشديد جدا بالاحتياطي. انا واحد من الناس ما بهتمش كتير جدا برقم الاحتياطي النقدي قد ما اهتمامي مثلا بارقام تانية. الاقتصاديين لهم مدارس ولهم فلسفات، انا بهتم برقم معين، مثلا رقم الصادرات السنه دي بالدولار المصري كام، والفجوه بالدولار بالدولار، يعني رقم الصادرات المصريه بالدولار كام، مش بالجنيه، بالدولار. فهذا الرقم ده يشغلني كتير. عدد المصدرين زاد قد ايه، عدد اللي دخلوا من الاقتصاد الغير رسمي الاقتصاد الرسمي، راحوا فتحوا حسابات في البنوك والبنوك قدرت تستقطبهم قد ايه. بلاش، انا وجهه نظري انه الاحتياطي النقد، احتياطي الدولار، احتياطي العمله الاجنبيه، صحيح رقم بالنسبه لي مهم، لكن الاهم منه ارقام كتير جدا. النهارده انا عندي كام مليون حساب بنكي للمصريين؟ 11 مليون، 12 مليون، السنه الجايه لازم يكون 14 مليون عشان ما اسيبش وفره كتيره جدا من السيوله غير مستغله الاستغلال الامثل. الامر الثاني اللي يهمني جدا رقم الصادرات زي ما اتفقنا، عدده كام ونسبته قد ايه. طيب الفجوه ما بين الصادر والوارد في مصر كام؟ 40 مليار دولار، 45 مليار دولار، هل تم تقليص لهذه الفجوه؟ طيب وبالتالي زودنا الانتاجيه، عمقنا مفاهيم الجوده عشان خاطر نعرف نصدر ونتفق مع الاسواق العالميه، سهلنا عمليه التجاره العالميه والتجاره البينيه، فعلنا التجاره العربيه المشتركه مع الدول الشقيقه. هل يهمني جدا اكتر، يعني بصراحه شديده خلينا تكون امين معاكم مع الساده المشاهدين، يهمني جدا ان احنا وقعنا ثلاث اتفاقيات في مع الجانب الافريقي، اتفاقيه الدكتاتوريات الثلاث الافريقيه واتفاقيه القميصة واتفاقيه مع دول غرب افريقيا. كم تفعيل الصادرات المصريه لكي تغزو الاسواق الافريقيه؟ هذه الارقام تهمني، وهذه الارقام هي اللي بتؤثر في الدخل القومي المصري، ومن ثم ستؤثر وتسمع في رقم الاحتياطي النقدي. لكن احنا مش عايزين ناخد رقم الاحتياطي النقدي، انا ممكن يكون عندي رقم احتياطي نقدي عالي و36 مليار و37 مليار، كنت مستقر وعندي معدل نمو 7.5%، لكن برضو كان عندي نسب فقر ونسب معاناه ومعدلات بطاله والى اخره. هناك ارقام كتير جدا تهم الاقتصاديين اللي بيشتغلوا على الارض اكتر من المنظرين، وهي ارقام الصادرات وارقام الواردات وارتفاع الناتج ونقص عجز الموازنه معدل البطاله. نعم. طيب حضرتك في التنافسيه العالميه، حضرتك يا دكتور يسري قلت ان ما يهم، يعني يهمك مثلا على سبيل المثال وجود اكثر من 11 او 12 حساب في البنك لسحب السيوله من السوق. طيب شفنا البنك المركزي اتخذ خطوات برفع الفائده على بعض الاوعيه الادخاريه، وصلت في بعض الأحيان في بعض البنوك إلى 20%. رفع سعر الفايدة دوت أنت حضرتك شايفه إزاي بيؤثر على معدل النمو وكذلك على المشروعات أو معدلات الاستثمار؟ رفع سعر الفايدة هو واحد من الطرق وليس كل الطرق لأن أنا أسيطر شوية على الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الغير رسمي. الاقتصاد الرسمي عندي داخل بنوكي، أنا عارف أرقامي كام واحتياطاتي بتاعتي إيه وشغل إزاي. لما بيكون في دولة فيها اقتصاد غير رسمي ونسبته كبيرة، ان الفلوس دي ممكن تستغل في التجاره في العمله الدولاريه او في العمله الاجنبيه زي ما حصل عندنا في مصر، تستغل في انشطه اخرى وفي حاجات كتير جدا ما تسمعش في الاقتصاد القومي. وبالتالي احد الطرق، مش كل الطرق، ان انا اجذب جزء من هذه الاموال هي رفع نسب الفايده على بعض المدخرات. لكن في طرق اخرى اللي هو تحسين مستوى الاداء المصرفي، التوسع في الاداء المصرفي وتغطيه شبكه المصارف على مستوى جمهوريه مصر العربيه، قياس مستوى جودة وأداء المصرفيين في التعامل مع الجمهور،
مدى الخدمات والمنتجات اللي بقدمها. انا قلت لك اربع خمس حاجات ممكن اقول لك 20 30 موضوع نقدر نخلي عندنا اكتر من كل اقتصادنا كله رسمي يبقى موجود ومسجل فيه بنوكنا. لكن واحده منهم بس اللي هي تم العمل بيها اللي رفع نسب الفايده على المدخرات. واعتقد احنا ده بيجرنا ان احنا نحلل الرقم التحليل الجزئي عشان نعرف هل تم الرفع ده من مدخرات بنكيه ولا انا ممكن يكون عندي فلوس في البنك في حساب جاري ورحت اشتريت شهادات وبالتالي ده مش ما برضه ما قضاش على الاقتصاد الغير رسمي. تمام. وواحد بس هو الهدف يعني اللي اعلن ان هو مش القضاء على هو الهدف تقليل التضخم بالظبط هو هدف رئيسي وضبط التضخم. وبيشوفوه بعض ناس تانية من ناحيه تانية انه يبقى ب 20% في سنه ونص قد يؤثر على الاستثمار برضه بوجه اخر سلبي زياده العجز في الموازنه علشان زياده الدين الحكومي ولكن هي مرحله خلي بالك بقى هو الاصلاح مرحله. يعني ما ينفعش اقول ايه انه الطبيب لما كتب انتي بيوتيك مضاد حيوي للمريض هيأثر عليه على حالته الصحيه يومين ثلاثه لكنه في النهايه هيوصل للقضاء على التأثير الرئيسي في اعراض جانبيه بس لكن ده علاج مرحله مؤقته سنه ونص ست شهور. واحنا بنشكر طبعا اعضاء لجنه السيادة النقديه على اتخاذ مثل هذه الاجراءات وان كنت ارى يعني دي وجهه نظري انها جاءت متاخره قليلا. تمام. طيب برنامج الحكومه للاصلاح الاقتصادي لسه بيحتوي على مزيد من تحرير اسعار الطاقه و يعني اتخاذ بعض الاجراءات الاخرى، الى اي مدى من الممكن ان تؤثر هذه الاجراءات على المواطنين بصفه عامه ومن ثم تكون ايضا تنعكس على الاقتصاد المصري وتعود بالفائده مره ثانيه على المواطن المصري؟ شوف انا خليني اقول ودي رساله مني للشعب المصري كله ان انت شعب عظيم جدا في اللي اديته امبارح كمان في درس من دروس الوطنيه واستجابتك لكل القرارات الخاصه بالاصلاح الاقتصادي ومدى وعي الشارع المصري لما حدث في الاسبوع الماضي من ارتفاع في اسعار بعض المواد البتروليه وطبعا بالتالي اثرت على رفع اسعار عديد من السلع الموجوده بيتعامل فيها رجل الشارع اسعار المواصلات ثم اسعار السلع الغذائيه عشان النقل والمحرك واسعار كتير جدا. وطبعا قبلها بشهر كان شايف عنده ارتفاع في فواتير الكهرباء وبالتالي ايضا عشان نحافظ على عمل البنيه التحتيه الحديثه عشان نقدم كهرباء للمصريين. انا بعتقد انه الشعب المصري بيعزف ملحمه مهمه جدا في المرحله في سنتين ونص اللي فاتوا منذ ان وقف واصطف مع السيد الرئيس السيسي لاعاده بناء دوله حديثه تضمن لابنائنا في العصور الجايه بتطلع ما تلاقيش عندنا حجم التراكم من المشاكل الاقتصاديه دي. هنتحمل شويه وهنشتغل يعني احنا بنطالب بنطالب الطرفين الشعب والحكومه ان نضع ايدينا في ايدين بعض نتجه شويه الى المشاريع الانتاجيه في الانتاج الزراعي ننتجه شويه الى المشاريع الصناعيه نساهم في زياده الكادر البشري المدرب اللي يستطيع ان يؤدي او يستغل الموارد اللي موجوده واعظم الموارد وبالتالي اقدر احصل على اقتصاد قوي في سستينابيلتي او في عمليه استدامه قويه. تمام. حضرتك شايف الاجراءات دي ممكن يعني تتخذ بعد كده بعد ما يكون معدل النمو زاد ومن ثم لا تؤثر بشكل كبير على المواطن والسوق زي ما او بنفس نسبه التاثير اللي شهدته في الفتره الاخيره؟ الاجراءات لازم تتم واحنا ماشيين رايحين لمعدل النمو. انا لو انتظرت عمري ما هوصل لمعدل النمو. يعني هم بصرحوا وصرحت كريستين لاجارد واكثر من تصريح لكافه الجهات البحثيه والمتابعين قالوا ان تبقى احنا عايزين نوصل ل 6% او 7.5%. انا بقول ان الشعب المصري قادر على انه يرتفع الى اكثر من ذلك في معدلات النمو. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا عشان نضمن نجاح هذه الاجراءات فلا بد ان تحقق او نحقق العدل الاجتماعي او العداله الاجتماعيه في هذه الاجراءات. بمعنى انه الاستمرار في برامج التقشف الحكومي واتكلمنا عنها كتير جدا وبدانا نشوف فيها اجراءات الحكومه بدات تاخدها مع عدد المستشارين وعدد السيارات وعدد 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 والحوافز والبعثات بدانا نشوف حاجات كتير جدا من الاجراءات دي. اذا استمرينا على هذا المنوال بيساعدنا ده كتير جدا في ان الشعب يستجيب معانا لان القصه كلها اذا راى الجميع انه تحقق التحمل بيحقق بعداله اجتماعيه على الكل فمعدلات الاستجابه بتكون زياده ومن ثم هنوصل لنقطه النمو وبعد ما نوصل لنقطه النمو سيعود على الجميع في مصر اقتصاد مستقر. انا قلت لك انه 2017 اللي جايه ديت اللي احنا على مشارف انهاء 2016 وبقينا شهر ونص او شهرين وندخل 2017 هي سنه
فيصل وفارقة في ان احنا نقفل الملف الاقتصادي الصعب اللي عشناه 10 سنين. كل الطرق اللي معانا والمنحنيات والاساليب الحديثة في ان احنا نبني اقتصاد مهيئة. النهاردة عندنا سندات دولارية وعندنا احتياطي نقدي الى حد كبير بعد ما كان 13 مليار وصلنا 23 مليار على حسب التصريح. النهاردة عندنا صندوق النقد الدولي ودي في بعد على فكرة اهم بكتير جدا من ال 2 مليار 750 والدفعة الاولى، وهو ثقة اكبر مؤسسة مالية تمويلية في العالم في دولة او في جمهورية مصر العربية وفي اقتصادها وفي برنامج الاقتصاد والاصلاح بتاعها وفي القائمين كمان عليه. الناس ديت ما بترميش فلوسها كده زي ما احنا متخيلين، ولكن لازم نبقى عارفين انه، وبعدين بلاش نفضل، انا عايز اقول برضو رسالة، نفضل نشكك في دي شروط الصندوق والصندوق هيخلق. انت كان لازم عليك تبدأ هذه الاصلاحات الاقتصادية سواء اقترضت او ما اقترضتش. انت لحد امتى كنت هتفضل ما انتش عارف توزع الدعم مستحقينه وده نقدي ولا سلعي؟ لازم مجلس النواب وشغال على هذا الكلام مع السادة الحكومة الموجودة. رئيس الوزراء النهاردة مع لجنة العدالة الاجتماعية تطرقوا الى هذه الموضوعات. طب فاحنا كنا في امس الحاجة الى عمل مثل هذه الاصلاحات الاقتصادية بعيدا عن اي قرض من اي جهة. نعم. الامر الابعد من ذلك ان هذا القرض بيؤكد تماما يا جمهورية مصر العربية المكانة تعود. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائمة الفي اي بي في اجتماعات مجموعة الـ20 في الصين. مصر تسلمت مقعدها لرئاسة مجلس الامن في مايو الماضي. تحركنا يمينا ويسارا الى ان الان اصبحت مكانة مصر الدولية مع المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياسية في افضل صورها. النهاردة الكرة في مرمى الشعب المصري وحكومته عشان نستفيد بكل هذه اللي حصل في الفترة اللي فاتت، نراجع ونبص على شوية على اخطائنا في كل العصور اللي سبقت. احنا عندنا النهاردة بنية تحتية تم وضع حجر اساس كبير جدا في مواضيع منها، في اهتمام بالجانب المجتمعي زي شفنا مشروعات النهارده، مشروع اطفال بلا ماء وفي وزاره التضامن الاجتماعي، تكافل وكرامه، غط العنب والاسمرات، واكثر من مشروع قادم مع العشوائيات ومشروع كذا مشروع اسكان اجتماعي. في شغل مبذول جدا على الارض محتاج نتضافر فيه الجهود ما بين الشعب والحكومه حتى نرى الصورة بعدسة واضحة وبدون أي تشويش عشان نستطيع في 2017 أن نجتهد ونجد ونتقشف أسر وحكومة عشان نعدي هذه المرحلة ثم ندخل 2018. أنا في تصوري إذا المصريين حطوا نفسهم في امتحان عام 2017 امتحان لابد أن نعمل ونجد ونجتهد فيه شعبا وحكومة، سنصل في 2018 وسنصل في أقرب من الموعد. الصندوق النقد الدولي وبعض الجهات الاقتصادية ومؤسسات التصنيف قالت إن احنا ممكن نوصل في 2021 و2020 6% نمو. أنا بقول للصندوق وبقول لكل العالم، مصر لديها كتالوج خاص، إذا أحسننا 2017 ومشينا بمنوال جيد وبسرعة فائقة في المخطط والمكتوب والمرسوم ما بين الشعب والحكومة، سنصل إلى 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 منحنيات وأرقام ونسب في النمو قد تغير خريطة أفريقيا وتعيد مكانة مصر إلى مكانتها بشكل أفضل مما كانت عليه حتى قبل 2010. تمام. دكتور يسري، البعض بيرى أن هذا البرنامج الإصلاحي يجب أن يتبعه أو يسير معه برنامج موازي للإصلاح الإداري لتنفيذ إجراءات هذا البرنامج الإصلاحي، حضرتك شايف دوت يتم إزاي؟ في الحقيقة أنا عايز أقول لك على حاجة، الإصلاح الإداري عايز إصلاح تشريعي، وأنا أعتقد وأتصور المتابع المتابع سيجد إنه إحنا انتهينا من قانون الخدمة المدنية وتم كل الجهات التشريعية أجازته، ثم السيد الرئيس تم اعتماده وتم التصديق عليه، بننتظر اللائحة التنفيذية وأعتقد على مشارف 2017 سنطبق قانون الخدمة المدنية. لكن أنا مع احترامي شديد جدا لكافة القوانين اللي تتنظم حياتنا، يظل الكادر البشري والتدريب على الإخلاص واللويالتي والأداء والتفاني وحب التنافسية في العمل هو الجزء المؤثر الذي ليس له أحيانا له مقاييس وأحيانا ملوش مقاييس. أنا شايف وبتصور أنه لابد أن احنا نتحرك في سياسة الثواب والعقاب، لابد أن نتحرك على سياسة التحفيز، لابد أن نتحرك على بعض الثقافات المختلفة وندخلها داخل دواوين العمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لأن احنا في أمس الحاجة لذلك حتى نستطيع أن احنا ننتقل من نقطة إلى أخرى بشكل جيد. وبخلينا أقول لك قبل ما أنسى شيء مهم جدا،
في خضم الإصلاح الاقتصادي ده إن لم يكن لدينا إصلاح ممنهج وسريع في التعليم وفي الصحة مش هنقدر نواصل، لأن أنت محتاج أجيال، هذه الأجيال لابد أن تخرج قادرة بتعليم وبثقافة وبصحة لكي تحمل الراية وتستمر في التنمية المستدامة. تمام. أحد عناصر التنمية المستدامة هو الكادر البشري، فلابد أن نهتم بالكادر البشري المصري. التوقعات الإيجابية اللي صدرت عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية عن توقعاتها، توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي المصري، حضرتك شايف كيف التأثير دوت أو دلالات هذه التقديرات الإيجابية من مؤسسات تمويل كبرى على الاستثمار الأجنبي اللي قادم إلى مصر؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا والسادة المشاهدين اللي بيسمعونا، نفس هذه المؤسسة ستاندرد أند بورز من قبل 3 أسابيع خفضت تصنيف. مستوى التصنيف لدولة مثلا احنا شايفين، او بعض الناس اللي مش 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 دارسة اقتصاد بعمق او محللة اقتصادات الدول شايفة ان تركيا مثلا كانت في معدل اقتصادي مرتفع، لكن ستاندرد بورز خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية من مرحلة سلبي الى مرحلة عالي الخطورة قبل اسابيع، وجات معاك انت عشان قياسات معينة وعلشان اسس معينة وحجم الاصول المملوكة للدولة وحاجات كتير جدا، ابعاد كتير جدا، بارامترز كتير جدا بترفعك من سلبي الى مستقر. وانا اعتقد واتصور ان مثل هذه الجهات العالمية ليس لديها جانب المجاملة، فالقصة كلها اقتصادية محسوبة ما فيهاش نوع من انواع الموضوعات الانشائية او الاخر. انا بعتقد انه ثقة بعض هذه المؤسسات ووجود هذا التصنيفات وثقة مؤسسة زي صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري زي ما قلت لك دي رسالة من الجهتين اللي هي مؤسسة التصنيف ومؤسسة صندوق النقد الدولي، دي رسالة لكل مستثمري العالم اللي موجودين جوه مصر واللي لسه ما جوش لمصر. تمام. اللي موجود جوه مصر ما تخافش على استثماراتك، وان ده سوق واعد، وان التنمية بدأت وهم خدوا الطريق السليم في الإصلاح، هنوصل في تايم فريم في وقت محدد، والمستثمر اللي جاي في الخارج ده سوق مفتوح للاستثمار واعد في كافة أنشطته الاستثمارية. بس هم ربطوا بين هذه التوقعات الإيجابية واستمرار الحكومة والدولة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي اللي طرحته الحكومة، واللي من ضمن محاوره هو زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال بعض التعديلات التشريعية زي ما شفنا قانون الحكومة المقدم للاستثمار. حضرتك شايف أبرز الملاحظات على هذا القانون حتى يكون جاذب للاستثمار، خصوصا هو برضو من المحاور اللي قدمتها الحكومة في البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي؟ انت هتاخدني النقطة مهمة جدا عايز اتكلم عليها، بس دي من المحاور الرئيسية، من المحاور الرئيسية ونقطة اساسية في اجتماعنا في لقائنا النهاردة، واحنا بنعلق على اسبوع اقتصادي ساخن جدا. عايز اقول لك انه خليني اشكر تاني السيد الرئيس في وترأسه للمجلس الاعلى للاستثمار، وانا ليا ملحوظة خاصة يعني انه مجلس اعلى الاستثمار هذا المجلس تم تشكيله في عجاله، ما عدناش كتير بنشكل مجلس اعلى الاستثمار، صدر قرار بتشكيله، ثم خلال اول شهر صدر اول اجتماع صدر فيه 17 قرار. صدور ال 17 قرار بهذا الشكل وبهذا النص من وجهه نظري بالدقه بالنسب والتوقيتات والازمنه، ده بيقول ان فعلا الدوله بتولي او ملف الاستثمار اهتمام شديد جدا، لان ده شيء مهم جدا في عجله الاقتصاد او في بناء الاقتصاد. نروح لقانون الاستثمار عشان الوقت. فبعدها بعد هذا دخلنا على ان احنا لازم يكون عندنا انهاء ملف التشريع او القانون الاقتصادي الاستثمار الموجود. قانون الاستثمار اللي كان 2017-2015 كتير جدا من الاخوه اعترضوا عليه كمستثمرين لعدم وجود ماده خاصه بالمناطق الحره فيه، وفي بعض الحوافز ما كانتش واضحه الضريبيه وحوافز استثماريه وحاجات كتير جدا، الشباك الواحد واجراءات، هي الاجراءات الاستثمار والشباك اللي بيسموها اللي اطلق على الشباك الواحد. انا بعتقد انه من خلال المسودات التي طرحت في اكثر من مكان، واعتقد المسودات قد تكون في مسوده راحت للمجلس النواب، اعتقد دي اعتقد ان هي افضل او ما فيهاش مسوده الحكومه ولا الحكومه في الاخر بتقدم عن طريق وزيره الاستثمار مسوده للعرض على المجلس النواب، واعتقد وتم عرض نشرها طبعا في الصحف القوميه، انا شفتها في صحيفتين قوميتين، وانا شايف انه المعمول به حاليا او الموضوع في المسوده
هو يعني جدير بان احنا فعلا يعبر عن مدى تغطية احتياجات المستثمر في عملية الجذب الاستثمار. تمام. دكتور يسري الشرقاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التنمية الاقتصادية، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقة هذا الأسبوع من أوراق اقتصادية. شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من أوراق اقتصادية. في الأسبوع المقبل إن شاء الله حلقة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج وإلى اللقاء.